ومن ذلك الاحتفال بليلة النصف من شعبان أو تخصيصها بشيء من العبادة أو صيام يوم النصف منه، كل ذلك منع منه جمهور أهل العلم، ولم يرد في فضلها شيء يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل ما ورد فيها إما ضعيف أو موضوع، بين ذلك أهل الحديث وسماسرته من الحفاظ الأثبات. فكل احتفال أو عيد لم يدل الشرع عليه فهو بدعة محدثة. ورضي الله عن ابن عباس حين قال: ما أتى على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. أيها المسلمون، إن من الأصول الكبرى والقواعد العظمى تحريم البدع في الإسلام، والأمر بعبادة الله جل وعلا وفق الهدي الرباني والمنهج النبوي. واعلموا وفقكم الله أن تخصيص ليلة النصف من شعبان بصلاة قيام وتخصيص يومها بصيام فذلك أمر لم يقم عليه دليل معتبر من الشريعة، بل نص محقق علماء الفقهاء من جميع المذاهب أن ذلك بدعة. وما ورد مما حسنه بعض أهل العلم من حديث أن الله جل وعلا يطلع في ليلة النصف من شعبان على عباده فيغفر لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاح، فعلى القول بصحة هذا الحديث وبصحة سنده فليس فيه ما يفيد تخصيص ذلك بعبادة. وأما ما انتشر عند بعض من القيام باحتفالات في بعض ليالي هذا الشهر والاجتماع على موائد أكل يسمونها الشعبنة، فهذا إن قصد به التعبد والتقرب إلى الله جل وعلا فهو بدعة منكرة وعمل غير جائز. فاتقوا الله عباد الله، احذروا البدع فهي شر وضلال وزيغ عن السنة،